هاي يا جماعة، راح دكتور كريم علي كان احد الاضافات العظيمة على قناة دكتور علي او على قناة فكري تاني. بصراحة عسكر هارمونيكا بصراحة تاك ترجع للطبيعة، لان دي فطرة البني ادم. بلدك موجود في بلدك ريف، بنات بالذات اسمعوني قربوا كده اتفرج على دكتور كريم. انا عارفة ان هو متجوز. دكتور كريم يا جماعة عنده ثقة بالنفس فوق الجبل. احنا عجبني اللقب جدا، هي مدرسه، فاحنا كنا محتاجين للمدرسه دي كمان مش مدرس، احنا محتاجين طبيب. بتفكروا في ايه؟ لان اللي انت بتفكر فيه ده اللي هيتحقق. انا بتخيل نفسي لما يكون عندي 50 زي بيونسام. دكتور كريم علي من احد المنتورز بتاعي، عايش حياتي هناك. دكتور كريم ما اتكلمش عنها كتير او ما عملش حلقه عنها، درس في كليه الطب. انا مشكوره جدا لكل حاجه اتعلمتها منك يا طبيب الحياه.